طيب إخواني، معنا في هذه اللحظات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة. طويل العمر، السلام عليكم، مساك الله بالخير. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا طويل العمر. الحمد لله، الله يحفظك يا طويل العمر. ما في، أنت تسأل عن التقاعد، الناس يسألون. نعم يا طويل العمر، جزاك الله خير. الرجل أو المرأة هكذا يقولون. هي الآن طبعا في إحلال ماشي، لكن في كذلك أعداد يعني قل أعضاءهم. هي هي هي، وبلغوا السن القانونية، طبعا تأخذ إجراءات يعني، ولا يعني ما بيتغير عليهم شيء يعني. فنحن عندنا حوالي 4 حالات. نعم. هالأربع حالات يعني الفئة الأولى بلوغ سن الإحالة للمعاش، يعني وصل هو مع توافر مدة موجبة لا تقل عن 15 سنة لمن بلغ من العمر 60 سنة فأكثر. يعني هذا بلغ 60، يعني هو بلغ سن التقاعد يعني بلغ 60 وكمل 15 سنة في الخدمة طال عمرك وأكثر في الخدمة وخلاص يعني، و 55 سنة للنساء. هذه حالات موجودة في الحكومة يعني في الدوائر، يعني عددها 51 حالة، ممكن يعني هذه تمشي على طول يعني. يعني هذا بلغ 60 وخدم 15 سنة، وكذلك للسيدات 55 يعني بلغت 55، وهذه يعني عددهم 51 حالة. هذه الفئة الأولى طال عمرك. الفئة الثانية مثلا يعني أن المبالغ المترصدة له في الصندوق تكفي 100%، مش ناقصة. لا خلاص، يعني هذه الحالة أن هذه المبالغ خلاص متوفرة يعني عنده في الصندوق، يتقاعد باكر ما بينقصه شيء يعني، بيتكمل عليه. أيه. واضح جدا. وهذا يعني مدة اشتراكه 35 سنة فأكثر، يعني يحمل في الحكومة 35 سنة طويل العمر. إيه، وهو دون السن الستين يعني، وخمسة وخمسين للسيدات، ولذلك هذه عددهم حوالي 23، هذين بيحالون يعني. واضح. الفئة الثالثة مساءلة هذا الشخص المتقاعد. نحن لو اشترينا تقاعد يعني دفعنا بداله بالنسبة للصندوق ما يكفي، نحن نوضع له بدال يعني تكمل المبلغ طويل العمر حتى يصل يعني 100%. طيب، وهذولا يعني صار لهم حد منهم حتى 30 سنة صاير يعني فأكثر يعني، هذولا عددهم حوالي 86 حالة. ما شاء الله. الحالة الرابعة حالة السيدات، يعني المرأة يعني موجبة للمعاش، موجبة يعني تتقاعد يعني بإعفاء من معامل العمر لمدة اشتراك 20 سنة. هي موجبة للمعاش يعني المتوفر في الصندوق يكفيها يعني. إيه يكفيها. نعم نعم. ومعامل العمر يعني 20 سنة مستوفية الشروط. العمر 20 سنة، إن نحن ما نذكر السن، نذكر الخدمة. الخدمة 20 سنة هي. أو أكثر يعني. أو أكثر. تحديد عمر تركت يعني مدة 20 سنة خلصت يعني. ما بلازم شرط العمر يعني. أيا كان عمرها. هذه الحالة عندنا ما يقارب من 189 حالة. هذه الحالات اللي هي يعني يقبلها الصندوق خلاص، اللي هم 51 و 23 و 86 و 189، 4 حالات. أي هذا الصندوق يقبله. هذه طويل العمر من متى سوف يبدأ تنفيذ القرار فيهن؟ ما نحن نشتغل الآن يعني كل هذا في شهر يناير، هذا مبارك. الله يعطيك الصحة والعافية طويل العمر. هذا ما يلزم الحكومة في دفع أو كذا، لا يعني إلا في حالات بسيطة، لكن نحن عندنا كذلك يعني عندنا في حالات يعني ما نقول كبر سن. نعم. نقول مرض، والمرض يعني هذا صاحب المرض الله يعفيه ويعافينا، ما ممكن يعني نحن نرهقه بالعمل، ونحن نعرف هذا العمل يعني هذا المرض يعني مش وقتي مزمن، ونتأكد نحن ان هذا مزمن نحن نريحه. في هالحالة الحكومة تدفع مبالغ للصندوق بدل
هذا التقاعد حتى يتقاعد ولو كان في سن مبكر. يعني تكمل تقاعده 100%. هذا الشخص اللي هو يعني الله ابتلى بمرض مزمن والله يعافي. الحاجة الثانية الإنسان الذي لا يعطي يعني طاقته هكذا ونقول له لا نحن ما نبغى يعني نرفضك تعسفا ولا كذا، أنت أعطيت لك أنا بلغت الحالة، أنت شو رأيك تستريح وإحنا وياك بيجي حد شاب مكانك يودي ياخذ يعني. هذه الحالات يعني اللي في الدائرة بدون ما يتدخل الصندوق فيها نحن نمله ونعطيه. جزاك الله خير، جزاك الله. نقول له أنت كم تبع عليه عشان تقاعدنا فلان بالفلان، يقول أبا عليكم هالكثر، نقول تفضل هاي بدالك عنه ونحن بعده أعطيه المعاش المناسب للتقاعد حتى يتقاعد وهو مستريح. جزاك الله خير يا طويل العمر. صندوق له شروط صحيح، نحن لا ما نقنق بنظامهم لأن هذا هيبقى هو مرتبط بهم. إن شاء الله يعني نحاول أن يكون يعني نكون منصفين. جزاك الله خير يعني ولا نكون يعني متعسفين أو ظالمين، لا إن شاء الله. جزاك الله خير. أنت يا طويل العمر تنصر المظلوم يا طويل العمر، ما يظلم منك. جزاك الله خير. أنا كنت أتكلم مع جماعة جزاك الله خير في الموارد البشرية وأنا أقول لهم لا تسببون على نفسكم مظلمة. نعم. قالوا كيف يعني؟ قلت يعني أنت الحين تشوف هذا مدير الدائرة قال لك لا هذا ما يجوز أو كتب حاجة أنت تشوفها في نظرك وفي وجدانك أن هذا غلط. وأنا وشي؟ لا من فضلك. جزاك الله خير. لا ما تقول هذا الكلام. تقول لرئيسك تقول لي لا هذا يستوي. هذا المفروض كذا. تبري نفسك. أصرع له. تقول قال لك لا هذا يستوي. قول أمامه اللهم إني بلغت، اللهم إني بلغت، اللهم إني بلغت 3 مرات. الله أكبر، الله أكبر. بري نفسك يعني. خلاص راح من على راسك وقعت على راسه. على راسه. جزاك الله خير يا يعني أقولهم يعني الله يحفظك يا طويل. أقولهم يعني فمنكم من يوم جينا على هذا اللي هو الكسلان يعني. هي اللي ما يشتغل هي. ونستوى التردد. هي. الشيخ والله من خايفين يا طويل العمر. المظلمة. أنا وصلني ترى. جزاك الله خير، جزاك الله خير. صح ولا لا؟ عدل يا طويل العمر، نعم جزاك الله خير. جزاك الله خير. يريدون يعقون على راسي. طيب. أنت ذاك تتخذ القرار هناك في مكتبك؟ إيه. لا قلنا لي لا. إيه. نحن كلنا مجتمعين. الله. وتقول على كلنا. بس جزاك الله. تتخذ القرار وإحنا كلنا موجودين لا تفكر يعني. جزاك الله خير. لا قلت له أنا ما أقل عنكم يعني. جزاك الله خير. إيماناً. جزاك الله خير. الحمد لله. الله يحفظك يا طويل، ممكن نتعلم يا طويل العمر، الله يحفظك، جزاك الله خير. لا يعني. جزاك الله خير. بعد فينا يعني لا يعني ظلموني وأنا مش عارف إيش وقاعدوني بعدني ما كملت وغيره، طبعا في كلام وايد. جزاك الله خير. فنحن نستعمل الرأفة ما نعمل الأمور كذا سجالة. جزاك الله خير، هذا اللي تعلمنا منك يا طويل العمر، الله يحفظك. جزاك الله خير. الحمد لله. هذه لقمة العيش الحين يعني. كيف يعني؟ جزاك الله خير. فالحمد لله يعني وغير على الإحلال طبعا، الإحلال وارد شغال بعدها طالب طبعا حتى في الدوائر الحكومية. الشرطة طال عمرك يعني قطعوا شوط في الموضوع هذا، في دوائر ثانية الآن لا هم جاي؟ ما قطعوا شوط يعني هم يعني أنت تعرف يعني الناس على عملها صحيح يعني صحيح، ونحن قلنا ما تستعجل ما صحيح تستعجل هاي وصيتك يعني دائما طويل العمر يعني لأن عندك 3000 طب انت تستعملهم مره واحده لا ما يصير.
بعدين حتى هذا اللي جاي من هذا يبالي يتدرب، عدل صحيح، يبالي ياخذ مكان هذا الشخص يعني على فترة. والشيء الثاني هذاك حتى بعد يريد يعني يشوف الطريقة، يعني ما نجي نفاجئ نقول لكم روح، عدل صحيح، يرتب أموره، يرتب أوضاعنا، ومعظمهم مشتغلوا صار لهم مدة يعني صحيح. وفي بعد كذلك خبرات، وأنا اللي جبتهم هذيلا يعني توهم خريجين وكذا وغيرهم يأخذون إن شاء الله. لكن في باب لل يعني للإحلال، وباب لل يعني التوظيف، وباب لمشروعات يعني جديدة تأخذ يعني عندنا من مشروعات الكهرباء، يعني مشروعات الكهرباء مشروعات كبيرة صحيح، تحتاج أعداد كبيرة وواسعة الإشارة، مش اللي في مدينة الشارقة لا، بحر فكار بيتكلم. وعندنا الآن لو تقدر أنت إلى إلي يعني هذه المكنات اللي كانت غادي شارجة بالطاقة الكهربائية هذه كلها تستبدل الآن ما شاء الله، كلها هي طبعا الآن هذه بدن يشتغلت على التدريب الآن إن شاء الله، يعني هتلاحظون يعني هم يريدون افتتاح وكذا إن شاء الله ما شاء الله يعني الوضع هذه هنا بالشارقة. هناك عندنا طبعا مشروع كهرباء في العمرية مشروع كبير ما شاء الله، لأن عندنا مشروع المياه يعني في خرفة كان يعطينا، لا في المشروع هذا مشروع في الحمرية، في الحمرية نعم نعم طال عمرك نعم، وهذا مشروع كبير يعني يعطينا 90 مليون جالن ما شاء الله في اليوم ما شاء الله، إضافة موجود يعني في طاقة حوالي يعني 100 مليون جالن 100 مليون يوميا ما شاء الله وإضافة إلى هذا عندنا تخزين الاحتياطي، تخزين الاحتياطي يعني على الأقل أنا البلد كل بلد يعني لو قدر الله حصل شيء يعني يكون عندي ماء يعني غدي على أقل أسبوع 10 أيام إذا مو بالله فجأة. فمناطق البعيدة فيه البحيرات خزان طبيعي، يعني عندنا نحن الآن بحيرة الديد هي كبيرة طولها بالكيلومترات يعني وتكفي البلد وتكفي ما شاء الله. عندنا في كلبة مثلا الحفية يعني بعد كذلك عندنا سد الغيل الآن يكبر يوسع ما شاء الله ما شاء الله. عندنا في خرفكان كذلك الآن ناحية منطقة العوينات هناك في هناك مشروع كبير يعني الآن بس نحن نفتح الطرق هناك الشركات موجودة هناك ما شاء الله. بعد بحيرات يعني مش واحدة يعني مجموعة على بعض لأن الأرض مائلة فهي ماخذة يعني مثل أواني المستطرقة يعني فوق بعض صحيح صحيح ما شاء الله ما شاء الله. فهذه بعد كذلك عند نادي المعاقين هنا هذه كلها بالشكل يعني وهي كلها تحتاج وظائف يا طويل العمر طبعا مين يشغلها من صحيح عليها من أبناء البلد الله يحفظك يعني نعم. فالحمد لله يعني جزاك الله خير هذه طبعا. كلها مشاريع وإن شاء الله يعني هذه كلها تبري وظائف. هذا بالنسبة للمياه عندنا كذلك هنا مشاريع وهي مشاريع صحيح صغيرة لكنها مشاريع مهمة يعني خصوصا في مجال الزراعة في مجال تربية الأبقار تربية المواشي مصانع زراعية يعني نحن يعني عندنا اتفاقية عاملينها مع شركات في من اسبانيا ما شاء الله تعاون معاهم في هذه المجالات ما شاء الله ما شاء الله وماشيين يعني ماشيين بسرعه الله بيوفق ان شاء الله امين يا رب امين جزاك الله خير يا طويل الحمد لله نتمنى ان شاء الله هذا الاولاد بلدهم يكون بلده نحن نشوف يعني على المواقع نشوفهم يعني فخورين بالعمل أمس يا طويل العمر والله المشروع الجميل اللي انطلق أمس من الشارقة كلهم عيال البلد يا طويل العمر شغالين عليه الحمد لله القمر الاصطناعي يا طويل العمر الحمد لله الحمد لله لكن بلد يعني الناس ما يعني ما كانت هكذا يعني تعرف هذه مجال القديم ما كان الرعي شوية الزراعة صحيح في البحر شوية أسفار
لا لا تغير، بقول تغيرت وظائف الحكومية صارت. بعد الوظائف الحكومية تردي للمؤسسات. صحيح صحيح يا طويل. الحمد لله يعني. لما تجي أنت تشوف الآن يعني الأسماء في الدوائر وكذا، لكن كنوا عيال بنات. الحمد لله الحمد لله. إيه ما هناك يعني ما بهاك الظاهرة يعني. الحمد لله. لكن يعني مثلا الكهرباء يمكن كم من يوم هو قال لك يعني أنا وصلت 70%. نعم صحيح نعم. سمعت يعني. صحيح. طبعا هذه يعني. بس أنا في وظائف أكبر. أولادنا الآن اللي تحت حيطلع المهندسين. ما شاء الله ما هذا كله فوق مهندسين مهندسين. ما شاء الله ما شاء الله. فنيين مش الفنيين نعم صحيح صحيح. إن شاء الله يعني أولادنا كلهم يكونون على رأس هذا بإذن العمل. الله بإذن الله. جزاك الله خير يا طويل العمر. شكرا. بس بغيت يعني أضيف أنا مسألة الصندوق يعني. واضح جدا يا طويل العمر. لأنك أنت تسأل وأنا بعرف مين تسأل. نعم صحيح يا طويل العمر. الناس تسأل جزاك الله خير وأنت أجبت. الله يحفظك يا طويل العمر. جزاك الله خير. مشكور إن كنتم لا تعلمون. جزاك الله خير. لا يفتى ومالكم في المدينة يا طويل العمر. جزاك الله خير. مشكور مشكور يا طويل العمر. جزاك الله خير. الله يحفظك يا طويل العمر. مع السلامة يا طويل العمر. مع السلامة. جزاك الله خير.